السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله مرتاحين. طبعا اليوم راح أجاوب على أسئلتكم اللي دزيتوا ليها على المنتدى مال القناة الأولى. اللي ما شايف قناة الأولى راح يلقى الرابط جوا بالوصف. راح نجاوب على أول سؤال اليوم، بس على كيفكم يا بالأسئلة شو مسوين؟ أنا طبعا خذيت أسئلة بسيطة لأن أكثر الأسئلة متكررة. راح نجي على أول سؤال، شنو اسم ابن رميح؟ ما مفتهم اسمك حبايب قلبي. ابراهيم آل رميح، آل رميح هم اجدادي، تمام؟ لو هسه فهمتوا هذا السؤال، آل رميح اجدادي. السؤال الثاني يقول من يا محافظة وش كم اخو عندك؟ سهيل النجم شي يقرب لك؟ فدوى اذكر اسمه بالفيديو، اسمه حمودي آل لوا، على راسي حبيبي. من يا محافظة ميسان وش كم اخو عندك؟ عند ستة. سهيل النجم شي يقرب لك صديق؟ فدوى اذكر اسمي ذكرت اسمك. السؤال الثالث، انت من يا عشيرة؟ انا ساعد من العبيات حبايب قلبي. حسون الزوراء طبعا هذا اسمه. احمد بن البصر يقول سؤال، اكثر اكلة تحبها من ايد الوالدة؟ شي اكيد كل واحد يسأله تقول له شنو اكثر اكلة تحبها من ايد الوالدة، راح يجاوبك يقول لك الدولمة، ماكو غير الدولمة. السؤال الخامس، مرتبط لو سنجول؟ هذا سؤال طبعا هو من النوع الخاص، بس انا سينجل. منوعات كل شو كلاشي، ليش تركت سهيل وبعد ما تصور وياه لو طشيت براسه وتركته؟ حبايب قلبي خلي اسولف لكم هنا شوي. ليش تركت سهيل؟ سهيل ما تاركه، انما مو انا اللي خسرته، هو اللي خسرني، هاي وحدة. وبعد ما تصوروا يا لو طشيت براسه، لا حبايب قلبي انا ما طشيت براسه، بالعكس طشيت بالمحتوى مالتي اللي هو كواليس، انه انا مصور وإلي حقه في الكواليس، فمن المستحيل ماكو واحد يطش براس الثاني الا من باب المصلحة، تمام؟ احنا ما كانت بيناتنا مصلحة، بس صارت مشادات كلامي يعني، والحمد لله وشكر، اتمنى لهم التوفيق وإلي التوفيق، والتوفيق من الله. علي ابن العمارة يقول سؤال الاول، انت من يوم حول هذا التسؤال طبعا كرر، من العماران حبيب قلبي ومن ناحية المشرح بالضبط، وش قد عمرك؟ عمر 22 سنة. نوش ستارز، الفيلم اللي نزلته بقناتك مصورة بكاميرا لو بجهاز؟ طبعا الفيلم اللي نزلته بقناتي مصورة بكاميرا، نوع الكاميرا كانون دي 600، من النوع القديم يعني الطراز القديم. ما قلكم انا عندي امكانية وكاميرتي قوية، لا، من المستحيل، كاميرا بسيطة وسعرها جدا بسيط. اسمك الكامل كريسبو يقول اسمك الكامل واكلتك المفضله وشنو تحصيلك الدراسي وشنو طموحك؟ اسمي الكامل ذكرت ابراهيم سلام داود، واكلتك المفضله اكيد الدورمه. وشنو تحصيلك الدراسي وشنو طموحك؟ تحصيلي الدراسي وصلت اول متوسط وبطلت. وشنو طموحك؟ طموحي اني اصير يوتيوبر ناجح، هي يعني هو هذا الطموح، يعني بشر شي يريد الطموح، يعني انواع، انا هذا هدف وهذا طموحه، واتمنى ان شاء الله يصير وينجح. علي كابل ما اعرف شو اسمه، ايش قد عمرك وانت متزوج؟ لو لا، عمري 22 سنه وما متزوج، يعني قلتها سنجل. تحياتي وكل اسئلتكم على راسي، واعتذر من عندكم الاسئله اللي ما اختاريتها لان اكثريتها متكرره الاسئله. وعندي فقره ثانيه بهذه القناه مالت الكواليس، انه تجوني على الانستغرام، هذا اليوزر راح احط لكم اياه هنا، تدزون لي بصمات نسمع اصواتكم الحلوه، حتى شنو اسوي فقره جديده اجمل اصوات متابعيني، تمام لو لا؟ وتحياتي لكم، على راسي، في امان الله.